السلام عليكم، مرحبا بكم هوش كال دينيز في خيمتي انا وليدي. السلام عليكم ازول في اللوان. اليوم رايحين نعملوا الطبق المفضل عند كامل الجزائريين. واي 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 اللي هو اي والله اللي هو برغل بيلاو. البيتزا التركية المعروفة على اسم بيدي. فوالا ارت بيراز مارول. مارول اللي هي شلاطة شلاطة ولا شلاطة. عباك راهي خارجة فيا. اوه عوينة وحدة ما عندكم ما عندكم نحبوا نموت عليه. كيفاش نقولوا الدجاجة تاع البطاطا بالتركية؟ بطاطس كفتاسي. هذه وانا هذه ابقوا على خير. جولي جولي اللهم نطلو.